عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه قصة مشهورة في سورة ياسين، تحكي عن هذا الرجل الصالح الذي جاء إلى قومه ويطلب منهم الإيمان بما جاء به المرسلون. قص الله علينا قصص الأنبياء، وقص الله علينا قصص العلماء، وقص الله علينا قصص الأولياء، كله من أجل غاية واحدة، أن يقوم الجميع من عباد الله بحق الله عليهم. وحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يخدموا دينه، وخدمة دينه بالحفاظ على هذا الدين وبنشره وبدعوته وبخدمة المؤمنين به. أقول هذا الكلام في بداية الحديث لأننا في هذا البندق الذي مضى عليه سنين طويلة، والذي أقامه وجمع عليه طلابه قد مات وانتقل إلى رحمة الله، عمل الذي عليه، جلس في هذا المكان وعمروا بالعلم وعمروا بالخدمة وعمروا بالعمل الصالح، عمل الذي عليه، وترك وراءه طلاب للعلم، وترك وراءه كتب درسها وعلوم نشرها ومواعظ تكلم بها وتحدث بها. وهكذا سنة الأنبياء وسنة العلماء وسنة الأولياء، يعيشون في هذه الدنيا ليس للدنيا، يعيشون في هذه الدنيا للآخرة، يعيشون في هذه الدنيا ليس لخدمة الدنيا، إنما لخدمة الدين. يموتون ولا يموت ذكرهم، يموتون ولا تموت آثارهم، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. يكتب الله لنا وعلينا، إن كنا عملنا صالحا كتب لنا خيرنا، وإن شرا كتبت الملائكة علينا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سبحانه وتعالى لا يكتب فقط ما نقول وما نعمل، إنما يكتب لنا ما بقي وراءنا، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم أي ما تركوه بعدهم، خير خير، شر شر، يكتب. وإن كانت الآية غالبا الناس يتعظون بها ويتكلمون بها في التحريض على ترك آثار الخير وراء الناس، عندما نتكلم عن الأموات هو في الحقيقة ليس كلام عن الأموات، عندما نتكلم عن الأموات في الحقيقة هو كلام للأحياء، لكي يتساءل هذا الحي ماذا فعل، ماذا قدم، هذه الدنيا التي عاشها ماذا كانت رسالته فيها، ما هو أثره في هذه الدنيا. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل مؤمن، كل مؤمن، ما هو أثره في هذه الحياة الدنيا. الآن المسجدين كلهم مؤمنون،
كلنا معروض علينا هذا السؤال، ما هو الموت؟ ما نعرفه الآن، لو جاء الموت الآن بغتة، الموت ما يعرف كبير وصغير، الموت ما يعرف عالم وجاهل، الموت ما يعرف عربي وعجمي، الموت ما يعرف غني أو فقير، الموت ما يعرف رجل أو امرأة، الموت ما يعرف مريض أو صحيح. الموت عندما يأتي يأتي، ما يقف أمامه شيء. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ أجله في الوقت المحدد علينا ثم سألتنا الملائكة ما هي آثاركم في هذه الحياة الدنيا، ما هو الجواب؟